لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية ولم تطرح الفكرة، وحملتنا مرنة في تشكيلها وتكوينها ومنفتحة على الجميع ومبنية على احترام القانون. المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يلقي تصريحات هامة بخصوص الانتخابات، التفاصيل في تغطيتنا. قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: لا نقدم السيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي لأول مرة، بل هو شخصية وطنية معروفة لكل أبناء الشعب المصري. وأضاف أيضا خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: الفترة القادمة للحملة الرئاسية هي كافية أم لا؟ هي تلك الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والأهم هو سماع كل مواطن مصري وكل ما ورد من شكاوي تأكدوا أنها محل للدراسة. تابع أيضا: التوجيه الذي لدينا هي توجيه خطابنا لجميع المصريين وخاصة الشباب، لأنهم الأغلبية في المجتمع، وكل فكرة ومقترح وشكوى هي محل دراسة واهتمام، كما أننا تطور الحياة نفسها فرض الموضوع، وبالتالي نركز على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أفكار الشباب والاندماج بينهم أكثر. أيضاً وضعنا خط فاصل بين نشاط المرشح عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية، ونحن لا نتدخل في الأنشطة السياسية والحكومية. وأضاف المستشار محمود فوزي خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: فيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات، فلا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية. وتابع أيضا: ليس لدينا ما يدعو إلى تأجيلها من الناحية الدستورية والقانونية، والله أنعم علينا بالأمن والأمان، ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الانتخابات. أيضا من الأمور الهامة التي أوضحها المستشار أيضا أنه على الصعيد الدولي تم استقبال وفود من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم حول رؤية مرشحنا وخطتنا المستقبلية كحملة. وأضاف فوزي خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية لمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: استقبلنا جالية من الفلسطينيين كأبسط مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية، وعقدنا مع الكيانات الشبابية المزيد من اللقاءات، وتلقينا منهم عشرات الأسئلة. وتابع رئيس الحملة الانتخابات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: لمسنا تجاوبا كبيرا وتأييدا واضحا من تلك اللقاءات لموقف مرشحنا، سواء لما تم في مرحلة مكافحة الإرهاب أو إقامة البنية الأساسية، وأكد أن رؤية مرشحنا تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي القادم للحملة، منوها بأنها رؤية طموحة تحمل الكثير من الأمل وتتطلب كثير من العمل، وسوف تقوم الحملة يوم السبت بعرض نشاط الحملة على صفحتها الرسمية. أما عن الحملة الانتخابية وخطتها، البرنامج الانتخابي يقدمه عضو مجلس النواب عندما يتقدم لناخبي للانتخاب في دائرته، ومن الممكن أن تقدمه الحكومة عندما ترغب الحصول على ثقة البرلمان. ومرشحنا سيقدم رؤية، وتلك الرؤية تحدد أهداف قابلة للتحقيق، وإننا نوضح قائلا: نقوم بالإعلان عن رؤية مرشحنا التفصيلية في المؤتمر الصحفي القادم، وتركز بشكل أساسي على محاور سياسية واجتماعية واقتصادية والإصلاح السياسي مطروح وبقوة، وبعد أن استقرت الدولة هناك تطور كبير في الملف السياسي. تابع المستشار محمود فوزي: الإقدار أرادت أن توسع رؤية المواطنين، فينظرون أن المسألة ليست كلها اقتصاد أو غلاء أسعار، إنما للصورة أبعاد أكبر، والمواطن العادي أصبح يدرك بحسه الفطري أن الأمن والأمان سلعة غالية ولكنها متحققة في مصر بفضل الله. أكد أيضا أن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية جائز إن كانت البطاقة غير سارية، وفقا لما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي. قال أيضا أن الحملة تتبنى رؤية طموحة تحمل الكثير من الأمل وتتطلب كثير من العمل، وسوف تقوم يوم السبت بعرض نشاطها على صفحتها الرسمية. وأضاف إنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لا من الناحية الدستورية ولا القانونية.
مشاهدينا، هذه كانت أهم التصريحات التي أدلى بها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي. لمزيد من الأخبار والمعلومات تابعوا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.